تحية طيبة إلى كل مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي على فيسبوك. أهلا وسهلا بكم إلى هذا البث المباشر، معي أنا إبراهيم ضاوي وزميلي المصور على ميس من جمعية تقدم المرأة في مدينة النبطية، حيث يخصص هذا اليوم في هذا المكان لشرح مفصل ووافي حول عملية تدوير النفايات وحول عملية فرز النفايات من المصدر. واليوم يعني سنتعرف أكثر عن هذه العملية، عملية فرز النفايات، وتحديدا أنه اليوم ببيوت اللبنانية يبدو في كنز من جراء النفايات، من جراء الزبالة اللي بتطلع من بيوتنا، اليوم في كنز مخبى. اليوم قادرين من خلال الكرتون، من خلال النفايات، من خلال ما تبقى من الأطعمة نكون نحن عم نستفيد منه، إن كان من خلال الأسمدة أو إن كان ماديا إذا بعنا الكرتون والزجاج وغيره. على كل حال تفاصيل أكثر نطل عليها معك أستاذة سلام بدر الدين، بحييك عبر صوت بيروت انترناشونال. يعني يبدو انه ببيوت اللبنانيه فعلا في كنز نقدر نستفيد منه من خلال شيء جدا بسيط رايح للكبله هو الزباله، مزبوط؟ طبعا بالمية مية، وخصوصا انه اول شيء في ناس هن اليوم حالتهم الماديه صعبه، فيك انت تبعت وراهم او تبعت لهم خبر او تتصل فيهم يجوا ياخذوا كل المواد القابله للتدوير من عندك، بيكونوا كثير مبسوطين هن من كرتون قد بيطلع، بلاستيك، جالونات، تنك الى اخره. واثنين في مساله ثانيه اساسيه كثير، كل البقايا اللي بتطلع من التحضير للطبخ من قشور وغير قشور والاشياء اللي هيدا، التجربة أثبتت أن أرض خصبة بتنتج لك بالبيت بطريقة مش طبيعية، وخصوصا إذا عندك شوية جنينة، إن شاء الله بتكون 3-4 أمتار، يعني مع ورق الشجر ومع التراب ومع البقايا البيت بتفنهم فيها، هالقد كومبوست بيكون غني وهالقد مهم، ونحن جربناه وعم ننتج منه. يعني فكنت عم بحكي قصة للصبايا أنا أنه بقرنة جنينة عم نكب ورق الشجر والتراب اللي مش عايزينه والتكنيس اللي بيطلع من عنا من البيت ندفن فيه هون، كنا البقايا البصل والبطاطا والموز والقشور وإلى آخره، بيتخمروا بعد 6 أشهر زرعنا فيهم بطاطا من 4 شتلات بتطلع 8 كيلو 3 كيلو بطاطا، وخاصة انه بدوا البطاطا وتعلمنا، ما كناش نعرف قبل انه هالقد مثل البطاطا وغيرها والجزر والى اخره، بدوا فلافي، بدوا شيء ناعم ومنفوش، مش ارض تراب صلبي ما بيطلع بالارض الصلبة وما بيكون في منه نتيجة. فقد ما عم نقدر نحنا عم نستغل القابل للتدوير، بياخدوا ناس بيبيعوه يستفيدوا منه بدل ما نكبه، والبقايا المنزل عم نستعملها بزرع، عم نعمل احسن كومبوست. اليوم الكيس ب 300-400 ألف برا اذا مش اكتر، انت عم تاخده ببلاش من بيتك من التنظيف زبالة ورق الشجر وبقايا البيت، فشغلي بتفرح، وخصوصا اذا بتطلع على المدى البعيد انت عم تنظف محيطك، صح، محيطك ومحيط جيرانك ومحيط بيتك، وبالتالي مثل ما المجتمع مكون من افراد، المشاريع تتكون من شغلات بسيطه بتقدر تعملها، بسيطه نحن بنقدر نعملها بسيطه بتقدر تعملها بعدين. ما تتخيل انه اذا شغله مش عايزه انت فكيت شباك، ما تكبه خيي، ما تعطي لحدا، انت بعد 2-3 سنين يمكن يلزمك وحيلزمك، هيدي إعادة استخدام الاشياء، ما تكب حتلاقيها، البرغي ما تكب حتلاقيه، الدوي ما تكب حتلاقيها، عمل لهم جرور خيي لهون، الشريط ما تكب حتلاقيه، حتعتازه بوقت من الأوقات. فلذلك نحن بحاجة لشوية توعية مع جيراننا، مع أصحابنا، بمجتمعاتنا، بقعداتنا، بجمعياتنا، بحاجة لشوية حكي، والله عملت هيك وعزتها، عملت هيك وزبطت، مش أكتر من هيك. في نوع من الغيرة كمان بيصير، يعني لما أنا أشوف سيدة أو حدا عم يفرز كمان أنا في نوع من الغيرة بتنتقل بين السيدة. يا ريت تكون الغيرة بهذا المحل مثل ما الغيرة بأشياء تانية، هي بدها القصة شوية إرادة وشوية وعي، ربما نفهم كمان الخبرية، بادرة شخصية، بدنا نطور حالنا، بدنا نثقف حالنا بهالاتجاه اللي نحنا ما كنا منعرفه. ونحنا ناس ثبت الوقت إنه ضعفت الدولة بس الشعب اللبناني قوي، صحيح.
أنا بدي أتشكرك شكرا لك. بدي أشير مشاهدينا إلى يعني إحصائية أنا من شوي أخذناها من بس خليني أخذ تجربة للفرز لحسبك مشاهدة تكوني معي. رح كون عم أقول إحصائية بعد شوي عن الوضع الحالي بلبنان وقديش بيدفع لبنان على النفايات مصاري مقارنة ببعض الدول العربية الأخرى. هي أخذ تجربة بإحدى الضياع اللي مبلشين من زمان بموضوع فرز النفايات. مجد إذا بتقربي شوي لعندي لو سمحتي يعطيك العافية، خبريني شوي عن تجربتكم بفرز النفايات وقديش اليوم الناس قادرة تستفيد ماديا من عملية الفرز. نحن بزوتر الشرقية بالتعاون مع البلدية عنا مشروع الفرز، صرنا شي 6 سنين مبلشين فيه. كنا بالأول قبل أزمة الكورونا كنا في حدا يدب بالجمعة بالشهر مرة من البيوت، كان في حدا بيجي بياخد كرتون الدكاكين والورق من المدارس والمدرسة وهيك. بعدين بعد الأزمة الاقتصادية وبعد يعني هيك اللي الناس صارت شوي يعني بحاجة إنها تستفيد وصار إله مردود مادي الورق والبلاستيك والمعادن، فنحن شجعنا اللي عم يفرزوا معنا إنه إحنا ما مش رح نضب من عندهم إلا إذا هن بدهم يعطوا لحدا. فصارت بالنتيجة في ناس كتير هي عم تجمعوا وتبيعوا وبيحكوا إنه إلهم مردود مادي عندهم، وفي ناس هن مستغنيين عن سعرهم يعني فبيعطوهن لحدا تاني هو ببيعهم وبيستفيد منهم. خليني أمجد أحكي شوي عن تجربتك الشخصية. يعني أنا زرتك وشفت ببيتك كيف عاملي للمواد العضوية مثل برميل صغير. يعني فينا نقول اليوم للناس وللمشاهدين إنه عملية الفرز هي خبرية بسيطة، هي منا معقدة، بدها شوية وقت، بدها شوية وعي ولا شو؟ عملية الفرز هي بالحقيقة بتصير عادي، هي أول شيء وعي عند الشخص والعائلة قرار بياخده أول يعني بتعود بده جمعة أو أكتر شوي بصيروا يعرفوا هاي بدي نحطوها هون وبدي يحطوها هون. بالنسبة لنا نحن عنا بالضيعة بزوتر نحن بنفرز المواد العضوية وفي ناس كتير بيعملوهم كومبوست، في ناس كتير نحن عنا تقريبا 60% من اللي بيفرزوا بيطعموهم للدجاج وللحيوانات. حلو حلو. ايه فكمان قادرين يستفيدوا منهم بكل النواحي. نعم نعم سريع. ايه وال نعم تفضل. ايه وال لما كنيك انا نسيناك. انا بدي اشكرك امجد، ما بيأثر انا رح كمل عنك على كل حال ببعض القصص. انا بتشكرك يعطيكم العافيه. بعض الاشياء اللي نحن بنقدر شكرا لك اللي بنقدر نعمل لها تدوير اللي هي مثل الزجاج مثل علب التونه الحبوب وغيرها الكرتون واكياس النايلون وكل شيء بلاستيك مثل علب العصير والشامبو والى ما هنالك. هدول القصص بنقدر نحن نعمل لها تدوير. كمان اللي بنقدر نعمل لها يعني مثل المحارم الورق الغير المطبوع بقايا الطعام الخس الموز كل هيدول القصص نقدر نحن نكون عم ندفنهم مثل هون مثلا بالتراب نقدر نكون عم نحطهم نطمرهم تحت التراب نحصل من خلالهم على سماد بس من دون ما نحط بقايا لحم او دجاج لانه هيدي طبعا كونها عظم بيكون بدها كتير وقت لحتى تكون عم ينعملها. حتى هون عم بقدر شوف يعني لنحاول نخفف من استعمالها لهي كمان بيكون بدها كتير وقت وبالتالي هيدي يا ريت بنكون عم نخفف من استعمالها. هذا مكان اليوم عم يحبوا انه يوصلوه من خلال هذه المحاضره. كمان بدي اشير مشاهدينا كما ذكرت الى قديش بيدفع لبنان بالدولار على الزباله. يعني يدفع المواطنون اللبنانيون نحن كمواطنين ندفع ثمن باهظ لاداره النفايات الصلبه ينفق لبنان 154.5 دولار امريكي لاداره كل طن من النفايات مقارنه بباقي دول العالم بالجزائر والأردن وسوريا 7.22 دولار وأدخن رقم وصلوله ل 22.8 دولار بينما لبنان 154 دولار. وللأسف 2.2 مليار دولار هو إنفاق على إدارة النفايات الصلبة. اليوم السؤال اللي كان عم يطرحوه أنه 2.2 مليار دولار وعلى إدارة النفايات، طب النفايات بعدها بالشوارع وبالتالي أين إدارة النفايات إذا عم ننفق بالفعل هذه الأرقام؟
كمان بدي أختم بفوائد إعادة التدوير، وهي بعض هيك النصائح، أنه إحنا بنقدر نكون عم نقلل، نحافظ على البيئة، نكون عم نساعد بنمو الاقتصاد، نكون عم نخلق فرص عمل جديدة وغيرها، طبعا من الفوائد لإعادة التدوير. وبالتالي أنا كمان بدوري ما نكون عم نشجع اليوم الكل على عملية فرز النفايات بما لها من فوائد كثيرة. مشاهدينا، برجع بختم من النبطية، أنا إبراهيم ضاوي وعلى عمال صوت بيروت انترناشونال.